السلام عليكم، نتمنى انكم تكونوا السلام عليكم. السلام عليكم. نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. انا عندها كورونا 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 فاميليا دي كورونا 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 فاميليا دي كورونا فاميليا دي كورونا فاميليا دي كورونا صافا الحمد لله عندنا المورال صافا كورونا نانا نانا كرنا نانا كرنا نانا نانا كرنا نانا نانا كرنا نانا 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 حراسك سخون. دونك هادي 10 ايام اللي ما درت حتى شي فيديو الصراحه. كنقول لهم راه باقي ما عنديش الكانه ندير لا فيديو لا الكوراج لا لا فورس باش ندير اون فيديو. مي بغيت غير نطمئنكم ونقول لكم احنا ولينا شويه الحمد لله. كنت بديت واحد الفيديو نهار الاربعاء هادي 10 ايام، كنت باغا ندير لكم الفيديو لان كان عندي اليقين على انني عندي مجرد يعني مجرد غريب ماشي 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 كورونا. وحتى بديت الفيديو صاحبتي مسكينه كانت جات ما خليتهاش تدخل، جابت لي الماكله جابت لي وما خليتهاش لانك حتى ندير التيست بعدا ونعرف، بالرغم من انها هي تتقولي راه ما عندك والو راه غير البرد اللي ضربك بزاف. وحتى انا كان عندي هذا الاحساس لان كنت متمنيه انه يعني الداخل ديالنا كنتمنوا على ان ما تكونش كورونا. فداك النهار اللي بديت فيه الفيديو مشيت في العشيه مشيت درت التيست، مشيت فين خدامه داروا لي التيست لابيد وطلع بوزيتيف. هاد الخانسه كانت معايا بدات كتبكي تخلعات. مي يعني من بعد ندير فيديو ان شاء الله ونعاود لكم كيفاش حسيت، شنو هما لي سانطوم الاولين اللي حسيت بهم، الاعراض الاولى اللي حسيت بها، كيفاش تعايشنا معها. هي الصراحه في الاول كان الخوف، ولكن الحمد لله لان الخوف ما عنده باش يفيد غير كيزيد يحطم بنادم، هذا اكيد يعني. ف من بعد صراحه هي دارت التيست، صراحه هي مسكينه فيها، راجلي حتى هو فيه، صاحبتي بطبيعه الحال لان حتى هي كانت قريبه ليا. فالحمد لله كيف كنقولوا المؤمن مصاب ولا اله الا الله. هاد الوباء هذا الله يزعو علينا باقل الخسائر الممكنه ان شاء الله. انا باقي لي اسبوع اخر ان شاء الله باش عاد نسترجع شويه بشويه، واكيد اكيد غادي نرجع لخدمتي يعني اللي ما يحيدكش الطبيب ما علينا. دونك جينا اليوم معي باش نقول لكم يعني لان الناس وعارفين راسهم تيكتبوا لي بزاف في التعاليق ولا كيدخلوا عندي الانستغرام الناس اللي ما عندهمش لي نيميرو التليفون، والناس اللي عندهم النيميرو التليفون بطبيعة الحال تنقول لهم شكرا 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 بزاف. غزلان، لمياء، جواد، وفاء، عماد، صديقة عائشة، كنقول لكم شكرا بزاف. أسماء من ألمانيا شكرا بزاف، وصلت رسالتك مع غزلان. شكرا للناس اللي كيسولوا فيا كاملين، وفاء صلاح، المتتبعة فتيحة، كنشكركم كل واحد بالاسم ديالو. كنتمنى ما نكون نسيت حتى شي واحد وما باغا ننسى حتى شي واحد وما باغا حتى شي واحد يتقلق عليا. جيراننا اللي في المغرب كلشي كلكم كنقول لكم شكرا كل واحد بالاسم ديالو. وبطبيعه الحال ما ننساش صحباتي واخواتاتي اللي كانوا بيا واللي هزوني اسبوع كامل، يعني الماكله كتوصلني حتى للدار لان ما كنتش ما كنقدرش ننوض، ما نقدر ندير حتى شي حاجه. كنقول لهم لا يخطيكم عليا. هو الناس اللي تبعتني في التليفون، غزلان، صديقه عائشه، لمياء، وفاء، تنقول لكم شكرا على الدعم المعنوي، شكرا بزاف 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 بزاف، والله ينجيكم كاملين من هذا المرض ولا لا يضركم في العزيز عليكم. يعني ما غاديش نطول، غادي نخليكم تشوفوا الفيديو اللي كنت ديجا مجداه، مي ملي لقيت فيا المرض صافي. بصراحه شويه ديال الخوف زاد حطمني،
زائد ان فيزيكمون صافي كنت تسكنتيت مع الارض، من بعد كنت اوسبيتاليزي، كنت خليته ما حطيتوش. غادي نحط لكم داك الفيديو اللي كنت بغيت نشارك معكم، وان شاء الله نتمنى في القريب العاجل انني ندير لكم فيديو يكون كله ايجابيه، كله حيويه، كله نشاط، و يعني نشرح لكم كيفاش دوزنا هذه الفتره هذه انا وصرصورتي وعائلتي الصغيره والكبيره. باي باي عليكم، وحضروا راسكم، السلام عليكم. نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. ديمش عليا بهذه الحاله هذه صراحه، ما كنتش غادي ندير لا فيديو، ولكن وقع واحد الموقف الصراحه بكاني، وقلت غادي نشاركه معكم. مريضه، غنعاود نرجع في هذه العشيه هذه ندير تيست رابيد في الكلينيك فين خدامه، لان دي كورباتور السخانه ما بغاش تهبط ليا من البارح. صاحبتي اللي هي اختي، ما نقولش صاحبتي، عرفتني حالتي، جات مسكينه ساعه ما خليتهاش تدخل، لان عندها وليداتها، وإلا كنت انا بوزيتيف ما نبغيهاش تعادى. جايه مسكينه، نوريكم شنو جايبه ليا معاها. شوفوا كي جايه مسكينه، صايبه ليا البلبوله، الشعير، بالعشوب اصلا هما اللي غينفعوا مع هاد النزله. شاريه حتى النعن، حتى اتاي خافت ما يكونش باقي عندي، وشاريه نتوما مالي الخير الكبده، جايه بغات تطلع تصايب ليا الماكله، ما خليتهاش، جريت عليها قلت لها غير سيري انا غنصاوبها. شوفوا الدار، لمعان تما غيبقاو واحد الروينه ما نقول لكمش. دونك الناس اللي تيقولوا هذه بصراحه هي سهله، للناس اللي تقول ما بقاتش الصحبه وما بقاوش الصحابات، غير فين ما طحتي والسلام، باقيين بنات الناس. كنحمد الله وكنشكره، لان بصراحه كما كانت عندي هاد بنت الناس هادي واقفه معايا، واقفين مع بعضياتنا، ما عرفتش شكون غيكون فيا، لان انا بوحديتي هنا، كاين غير راجلي وعائله راجلي، عائله راجلي كل واحد راكم عارفين، الناس ديال اوروبا كل واحد ضياف شغله، وماشي الناس ديال اوروبا اللي غيجيو لعندك الا كنتي مريضه وتكوني معديه، راه والله ما يجيو لعندك ولا يقربوا عندك، الا شاطريهم غيتبعوك غير في التليفون. تقول الحمد لله، وكنقول لماما من هاد المنبر انا ما عندكيش علاش تخافي وما عندكيش علاش تبكي، لحقاش الحمد لله انا ماشي بوحدي، انا معايا خواتاتي، واخا ماشي خواتاتي في الدم، هم خواتاتي وخوالات بنتي، المرضى انا كنجيب لك العمر. الحمد لله، ولو جيست اللي دارت معايا صاحبتي اليوم نموت وما ننساش، وغيبقى الدين في رقبتي. ممكن هي غتشوف هذا الفيديو وغادي تخاصم عليا وتقول لي ما درت والو، سي نورمال، ولكن لا، شي حاجه كبيره وكبيره بزاف بالنسبه لي انا. ما غاديش نطول الفيديو بصراحه، لانني بوقفه هي بزز، غادي نمشي نشرب ديك البلبوله وغادي نرجع نعس، ندير التيست اليوم ونعاود نرجع عندكم ان شاء الله. عاد شعر هاد شوية بركة عليا، فيش ليا كل بزاف الصراحة. دونك كيف ما كتشوفوا النتيجة إيجابية، هنايا ملي كيكونوا جوج ديال الشرطات راها إيجابية. هذا تاني يوم ليا د المرض، تاني ليفغيزون أدوميسيل من عند ختي، من عند خواتاتي، حدا مصايبة ليا البصارة ديال الفول، يا ربي تخليكم ليا. ينكيش راه خلاها لإيريك وسارة، انا ما فيا اللي ياكل ناخذ البصارة، الله يكثر خيركم. طحنت ليا صاحبتي
مسكينة عيطت لها ماما قالت لها ديري لا زرعت لك التان، هي طحنت لي زرعت لك التان. صيفطها ليا شتي الرضاعة البيبرون مصيفطها لي العسل ديال الدغموس. يا ربي يا ربي اللي لا يحرمني منكم البنات، الله يحفظكم الله يبعد عليكم ولاد الحرام ويبعد عليكم المرض. Oh bah non, c'est du rapide, eh. Oh la vache.